بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا إنا عاجزون عن شكرك ومقصرون في ذكرك، فاجعلنا نرضيك بكل جهودنا وكل معرفتنا وكل جدنا. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. الآن إن شاء الله تعالى نقعد نتراوح بين سورتين، ماذا في قصة نوح عليه السلام، حيث نلقى كثير من الآيات تفصل قصة هذا النبي الكريم وللعزم من الرسل اللي جاء بعد فترة من نزول أبوينا عليهما السلام على وجه الأرض، وجاء بعد إدريس عليه السلام. نلقى في سورة هود من التفصيل غير ممل لبعض جوانب قصته مع قوم الظالمين الهالكين بالطوفان. نبدأ في هذه السورة الكريمة، سميت باسم سيدنا هود عليه السلام ومعروف بتحديه لأهل الباطل والعدوان. نبدأ بآية 25، تقول ربنا جل جلاله عما نواله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قلنا دائما قاعدة في الإرسال هو أن يكون ثم تسهيل كبير في التخاطب باش يقع حوار، وبعد البينة تكون للشق هذا ولا هذا، والنصر لا يكون إلا للصادقين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كمبشرين ومنذرين. قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بشير ونذير وسراج منير. هذه هي الدعوة، ما تكون إلا بهذه الخصائص الكبرى الباهرة لأصحاب النهى أي العاقلين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ما أخذ الطاغي اليوم الكفر صراع بواح، يعني هنا قدم المولى سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام خصلة لافيرتيسور، يعني نذير بشير، هما مغرورين بس بشر كل شيء فتح الله عليه به. قولك انت جيت مخر على طيارة عليك وعلى رؤيتك لينا وحالنا، يعني قلت حيالي كما لقاوته في الكرب، جيت خاطب اي سياسي الا من رحم ربنا. قولك انت انتيكا انتيكا، لا انت خطيك السياسي اخي السياسي، انت تعرف من حاجة باش انا خطيني على ما خذوش السياسة الا ان شاء الله، وخذوها بمسؤولية شبه مطلقة من لابوش، هذيك أمانة بينا بين مولانا، ولكم ناس وضعوا ثقتهم فينا فحملونا ما لم نطلبه، واقتيروا فينا حسب دراستهم لينا وسيرتنا وقربهم من أسرارنا، حبوا يضعوا مصيرهم في أيدي أهل محمد عليه السلام. شو أخي، احنا عندنا غير النموذج الأقصى الأمثل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، قاد في كل ميدان، لهذا حتى حد ما يجم ينزعنا بهذا الشأن. وإذا كان كلام بورقيبة بن علي وكلام كلام عبد الخاصر وكل والمتاع اليمن وكل والتو ما حبش يفهم هذاك التسوقيت بتاعه شيء من العجب، يعني الحمق اللي بينه هو مش سياسي دموي قطعي قتل أرواح منا ما يثبت معه في حتى اتجاه، هذا هم السياسيين عند الكرب وعند عامة الناس العالم كل بعيد غاب الإسلام متخذت الأنام متخذين إلا من رحم ربنا، يا رب رد لهم باش يصمدوا ويعرضوا على دينهم القويم بالنواجذ. ولو شدت الشجرة وانت دائما مع الله ولا تكون سيب روحك ويزك الطوفان هذا والطيار هذا، التيارات بالحساب تعلم في تونس أكثر من 100 حزب، شو معنى الناس ما عادش
عنده جد وماش عنده حياة، لا الحياة هذو من الناس هل يتنحروا هذا يضرب في هذا ولا يلحق لهذا ولا يورط هذا. منين جات هذه السياسة ولا خيانة وترقعة وقلة حياة وسعاقبة فهمونا فهمونا، ولكن أنتم لا تستطيعون الدفاع عن موقفكم، أنتم تربحوا هكا جذاف كلام على بعضهم، هات برك يشد هذا وهذا، فالكلام اللي هكا شوية شوية يعمل لك إشارات هنا سوى عندي أنا الحل، مين عندك الحل؟ سيطلع بروحك ولوش حل وامشي لأهل القرآن وقول لك الحل شنو هو، ترجع متذلل لك كما رجعنا نحن في تذلل لله ولا غير تذلل، الكبرياء ما تكون كالله هي رداءه والعظمة إزاره، وتقول له تكره هكذا يا ربي يقبلك بعفو ورضاه، أما مع ذلك كم سبقوا على الحلالية والله ما تاكلوا شلمبوت تاكلوا ما تاكلوا حتى يزرق لكم عينيكم وفضحكم وشواكم حتى تخرج منكم صفة البشرية أو سباك البشرية. على حذرنا كي كلابك المسميديا ما أنا قلت لهم توجيه 54 قلت لهم اسمعوا إذا كان مش توصوا على الطريقة دي والمال يجيكم كل من كل عقوب الرياح هو مال حرام باش أنتم تفسدوا على أهل الديار لي أمرهم فيما بينهم وبين المولى وفي يوم هذا وما بعد هذا اليوم في غد. قلت لهم أنتم مش تطلبوا الثمن بار لأن الفساد ذايا لا حجة لكم أن تواصلوا ممارسته، حاولوا اليوم لقطوهم البعض مازال الآخرين السوق الجاي نقولوا. على كل حال احنا حذرنا واحنا أهل القرآن ما عندناش لعب، احنا بخطاء الأنبياء عليهم السلام نبشر وننذر نيسر ولا نعسر، احنا نجيب لكم كان حاجة بسيطة تفهموها تمنعوا لازمين وقتاش جبنا لكم مكة تلمس ولي زينيك موقتاش ما عندناش احنا طبيعة اليوم متاع الناس قلال الحياة وما يريدوش لكم خير، اليوم الهالة منا مصطنعة ولا سيرة إلا بحقيقته خبيثة النتنة، هذو ما أنتم عندكم بزاف احنا ما عشناش ولا سيرة إلا بهم، لكم دينكم ولا ندينونا. نعود إن شاء الله تعالى نزيدوا تبحروا في سيرة سيدنا نوح عليه السلام من خلال سورة هود عليه السلام، والسلام وإحنا من اتبع السلام.